معكم ابتهال مبارك من بورصة نيويورك لتقديم تقرير اليوم الجمعة 20 سبتمبر عام 2013. بعد ارتفاع مسبوق هذا الأسبوع تقفل الأسواق الأمريكية على انخفاض شديد لكافة المؤشرات الرئيسية بسبب تذبذب تصاريح البنك المركزي الأمريكي حول برنامج تحفيزه النقدي، حيث صرح اليوم تأثر الانخفاض بتصريح مسؤول البنك المركزي الأمريكي في سانت لويس جيمس بولارد الذي قال بأن البنك من المحتمل أن يكبح برنامج تحفيزه النقدي الشهر المقبل. نبدأ بالداون جونز الذي ينخفض اليوم بنسبة 0.94%، النازك ينخفض بنسبة 0.82%، وأخيرا الاس ام بي منخفضا بنسبة 0.68%. وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم على تشريع لتمويل وكالات الحكومة الاتحادية من أول أكتوبر حتى 15 ديسمبر، ولكن هذا المشروع تضمن بندا يعرقل برنامج أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية والذي يعرف بأوباما كير. نصل إلى النفط، العقود الأجل النفط الأمريكي تواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي مع انحسار مقاصر تعطل الإمدادات بعد زيادة ليبيا إنتاجها وتراجع المخاوف بشأن سوريا وإيران. النفط انخفض اليوم بنسبة 1.71% ليصل سعر البرميل إلى 104 دولارات و57 سنتا، وأخيرا الدولار ينخفض أمام اليورو اليوم.